هكذا تبدو خريطة توزع القوى المتحاربة في سوريا بعد سقوط تدمر ومعبر التنف الحدودي مع العراق بيد داعش. تنظيم الدولة الإسلامية يسيطر من دير الزور غربا إلى الحدود العراقية شرقا، أما شمالا فعلى الشريط الكردي باستثناء القامشلي وكوباني وقسم من الحسكة حيث تتواجد قوات حماية الشعب الكردي. كما أحكم داعش سيطرته على تدمر والبادية السورية التي اتصلت بالأنبار والرمادي في العراق. جيش النظام تقتصر سيطرته على العاصمة دمشق ومناطق في ريفها والسويداء، قسم من القلمون حيث يتواجد حزب الله وصولا إلى مناطق الساحل السوري وأهمها اللاذقية وطرطوس، مرورا بمدينتي حمص والجزء الغربي من حماة في المنطقة الوسطى. النصرة والجيش الحر يسيطران على درعا، القنيطرة، أقسام من ريف دمشق، قسم من القلمون وإدلب وصولا إلى القامشلي ومناطق أساسية على الحدود مع تركيا. في المحصلة داعش يسيطر على 50% من مساحة سوريا، 10% منها فقط مناطق مأهولة، وتقدر مساحة تواجده في سوريا والعراق بأكثر من 95,000 كيلومتر مربع، وهي مساحة تعادل ولاية إنديانا الأمريكية. النظام السوري موجود في 25% من المساحة السورية، والنسبة نفسها للنصرة والجيش الحر. صحيح مسيطرة داعش على 50%، إنما كلها صحراء. النظام السوري مثل ما قلنا مرارا بهمه أولويات التالية: العاصمة دمشق، الساحل السوري، والطريق بينهما. العاصمة مهددة من الشرق، من الغوطة الشرقية، من جماعة زهران علوش. داعش موجودة بقوة بمخيم اليرموك، فهذه أنا برأيي ناقوس خطر. وفي وقت خسر النظام السوري السيطرة على كامل الحدود السورية مع العالم الخارجي باستثناء الحدود مع لبنان والموانئ على البحر المتوسط، يركز حاليا على بناء خطة دفاعية على محيط حمص الشرقي. الساحل السوري مهدد، نعم، لأنه جسر الشغور يلامس حدود محافظة اللاذقية. الجيش السوري عمل خط دفاع قوي كتير بعد سقوط جسر الشغور، إنما أنا برأيي عسكريا خط الدفاع لا يكفي، خط الدفاع يمكن خرقه. في المقابل عين داعش حاليا على حمص، وهي تحضر لمفاجأة في شهر رمضان المقبل. كانوا عم يحضروا ليعلنوا سقوط تدمر في رمضان، ظاهر كانت أسرع مما اعتبروا. أنا بشوف برمضان المقبل، يعني بعد شهر تقريبا، ستعلن دولة الخلافة. في النهاية إن التدقيق في خريطة الشرق الأوسط يظهر بوضوح أن مخططات التقسيم توضع على نار حامية.